إلا قطرة من حبك، قطرة لتصبح في قلب الصغير محيط حب كبير، في غمره كل النفوس تلقى ارتواء وهناء عوض كل الظمأ، عوض كل الشقاء. ليس إلا ومضة من نارك ربي، ومضة لتصبح في قلب العقيم أتون النار العظيم، في غمره كل النفوس تلقى الدفء والعزاء عوض البرد والعناء. قطرة من حبك ليس إلا برعما من حقلك، برعما ليصبح قلب العليل بستان حب عليل، في رحبه كل النفوس تلقى الحب والرجاء عوض كل الكره، عوض كل الجفا. ليس إلا نفحة من عطرك ربي، نفحة لتصبح في قلب الوديع ترنيمة الربيع، في لحنها كل تلقى الرفقة والصفاء عوض الوحدة والعياء. تلقى الصفاء، ليس إلا قطرة من حبك، قطرة لتصبح في قلبي الصغير محيط حب كبير، في غمره كل النفوس تلقى ارتواء وهناء عوض كل الظمأ، عوض كل الشقاء. ليس إلا كسرة من خبزك ربي، كسرة لتصبح في قلب الوحيد وليمة كل عيد، في رحبها كل تلقى المجد والبهاء وتذوق طعم السماء. طعم السماء. قطرة من حبك، قطرة من حبك، قطرة من حبك، قطرة من حبك.
مشاهدينا، ما بيقدر الإنسان يعيش بدون الحب، بدون ما يلاقي في حدا حده وبيخليه يشعر بأهميته بالحياة. فكل شخص بيدلي ينبش على نصه التاني، لأنه مشاهدينا الحب الحقيقي دايما بيجي عفجأة بدون أي مقدمات. وفي أجمل من الحب؟ أكيد ما في أجمل من الحب. مشان هيك تنحكي أكثر عن مفهوم الحب من المنظور السوسيولوجي، أو شو بيقول علم الاجتماع عن عيد الحب، بصيرني استقبل معي بالستوديو داليا مزهر، رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية بمركز عاملة، وأكيد زميلتنا بالتقديم بمريم تي في. بونسوار داليا، وأهلا وسهلا فيك بمريم تي في ببيتك الثاني. بونسوار ريتا، وانا بدوري بدي اتشكركم لانكم استضفتوني اليوم، خصوصا بهيدي المناسبه الحلوه اللي بتجمعنا بهيدي الاذاعه بشكل خاص. اهلا وسهلا فيك داليا. بالبدايه، شو التعريف الاجتماعي للحب، وهل اختلف الحب من العصر القديم للعصر الجديد اللي نحن فيه؟ بداية ريتا، المفهوم السوسيولوجي للحب منه فيكس، يعني هو تطور بحسب المجتمعات، بحسب المراحل الزمنية. يعني مثل ما بنعرف الدراسات السوسيولوجية هي بتصير بفترات زمنية محددة، يعني لكل مرحلة لها تعريفها للحب وإلى عالم الحب الخاص فيها. لهيك كان عم بيتدرج مفهوم الحب اللي هو له علاقة بالثقافة، لأنه الثقافة مثل ما بنعرفها مثل ما عرفها تايلور هي مجموعة الأفكار والرموز والتصورات، وكل شيء له علاقة بالقيم، والحب هو أحد أهم القيم اللي بتشترك أي ثقافة فيها. لهيك لما تطور المجتمع، فبكل شكل بيكون فيه المجتمع بتطور خلاله الحب. وبالتالي هون بدي احكي شوي وخصص تطور العائلة. لما العائلة كانت ممتدة، كانت عائلة شاملة وكاملة وبتتميز بخصائص اجتماعية وثقافية معينة، ما بدي اذكرها بشكل ديتيلز، بس راح اختصرها، اللي بتركز على مفهوم التكافل والتضامن والمحبة والألفة الموجودة بالعائلة دايما. بالفعل، والألفة، مساعدة الآخر، التضحية، المسؤولية. هول ريتا يمكن بوقتنا اليوم بلشوا يقلوا شوي بمفهوم العائلة بين أعضاء العائلة. لهيك حتى الحب يعني هيدا الشيء، التغير والتحول اللي صار امتد لمفهوم الحب ولمفهوم العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الشخصيه والعلاقات الزواجيه بشكل خاص. وبالتالي اخذت منحى واخذت شكل ثاني. يعني اذا بدنا نيجي اليوم ريتا لمفهوم السوسيولوجي للحب اليوم شوي منمط او اخذ صوره التغير والتحول اللي خضعت له المجتمعات. يعني نحن اليوم بمجتمع استهلاكي، نحن اليوم بمجتمع الرغبه، مجتمع اليوم السوشيال ميديا، مجتمع التكنولوجيا، مجتمع التطور، مجتمع اليوم الاله اللي عم تتحكم فينا، التليفون اللي عم يتحكم فينا. صحيح. اليوم بطل الاهل، تغير مفهوم الحب كليا، يعني من السنين القديمه بطلوا الاهل اليوم او المدرسه بس هن مصدر تلقي القيم وتلقي الافكار. وانما اليوم صار الفرد عم بيخضع لكذا مصدر ليتلقى الفكره وليتلقى المعلومه، وبالتالي هذا الشيء بيعزز عنده قيم جديده. واهم ريتا هي قيم النزعه الفرديه. يعني اليوم صار الانسان ميال اكثر نحو النرجسيه ونحو الفرديه، وهذا بالتالي اثر كمان على مفهوم الحب. التضحيه قلت، العطاء، المسؤوليات قلت، بطلت اليوم بعض المقولات بلشت شوي تختفي. هذا الشيء اللي نحن كعلماء اجتماع وكباحثين في هذه القضايا لازم نحكي فيها ونضوي عليها. يمكن في بعض المقولات اللي مثلا تعاهدنا ان لا يفرقنا الى الموت، هيدي العباره يا ريت نرجع منوطدها ونرجع منشتغل، نرجع نعيد بنائها ونعيد تواجدها ببنيه العائله ووظيفه العائله، اللي هي اليوم بلشت تاخذ هيدي الصور. هي صور حديثه بتشبه هيدا المجتمع الحديث او المجتمع الراسمالي. يعني حلو داليا، قد ايه حلو هالحكي اللي عم بتقوليه، وقد ايه فعلا انه مفهوم الحب تغير من السنين القديمه للعصر اللي ذكرتيه هلا، وخاصه كل المواصفات اللي موجوده بهذا العصر قد ايه غيرت مفهوم الحب. ولكن كمان داليا، كيف بيختلف الاحتفال بعيد الحب مجتمعيا، خاصه بين الثقافات؟ وبتعرفي انه في بعض الثقافات اللي موجوده بالمجتمع بتعارض اذا بدك عيد الحب، فكل واحد بيحتفل فيه بطريقه. كيف هل
هالتنوع بيصير باحتفال عيد الحب. نعم. هلا ريتا، الحب موجود. نعم. يعني من 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 وقت تشكل البشريه تاريخيا، من وقت ادم وحواء، من وقت ما نحن حياتنا او هيدي الحقيقه الانسانيه بنيت على اساس الحب والزواج، وهيدي الخليه الصغيره الحب موجود، وانما التعبير هو الذي اختلف. يعني اليوم نحن بحياتنا الحب، الفالنتاين هو بلش عيد شعبي وعيد ديني وعيد سان فالنتاين، وامتد لعيد حدث عالمي مثله مثل عيد الام، مثل عيد راس السنه. وانا اليوم اخذ مسعى واخذ منحى عالمي، احتفال بيحتفل فيه اليوم كل العالم 14 شباط. اللي اختلف هو طريقه التعبير. اكيد. يعني انا باكد على كلامك، ولكن دائما نحن بنحب دائما نذكر المشاهدين انه عيد الفالنتاين هو عيد القديس اكيد. نعم. لانه العالم كله للاسف كلهم هيك بيلتهوا بالتجاره وبينسوا المصدر، وبينسوا المصدر الاساسي اللي هو القديس. مشان هيك انا حبيت كمان نقول للمشاهدين اكثر كمان، وهيك كمان انت داليا بتكوني فسرتي لهم اكثر انه هالقديس العظيم يلي نشر المحبه ونشر مفهوم الحب بين كل الاشخاص. بالفعل، يعني هو بلش مثل ما قلت دين مصر ديني، واخذ حدث عالمي. نعم. وانما نفس المعايير، نفس القيم، نفس الاهداف اللي هي المحبه، اللي مثل ما بنعرف انه هو اول ما بلش هو ساهم بتزويج العاشقين. نعم. يعني قديش هو كان حدا هادف، يعني اشتغل ليكرس هيدي العلاقه بطريقه ابديه. قديش الحب كان عماد هيدي الرساله وهيدا التوجه واساسي بالفعل. انما اليوم الـ الـ العيد الفالنتاين هو اهميته بالمعنى اللي يعني بيطمح يوصله. يعني احنا الحب مثل ما قلت لك موجود كل يوم، ولا مره حدا اوكي بيختلف شكل الحب. مثل ما بنعرف في الحب العذري، الحب النرجسي، الحب الاخوي. أكيد. الحب اللي في كثير اشكال للحب واشكال للحب. ولكن داليا كمان كنت بدي اسالك سؤال كمان كثير مهم، انه في كثير من علماء الاجتماع والمتخصصين اكيد بيقولوا انه يوم الحب ما بيكفي، لازم الحب يكون متواصل كل طبعاً. على مدى السنه، اكيد على مدى 365 يوم. كيف فينا اذا بدك حضرتك متخصصه بعلم الاجتماع، شو بتقولي عن هيدا الموضوع؟ لان في كثير اشخاص بس بينطروا نهار هيدا العيد ليبلشوا يحتفلوا بعيد الحب، وانما الحب لازم يضل مستمر على مدار السنه وخاصه بقلوبنا. بالفعل، هو عيد الحب مثل ما قلت لك هو طريقه للتعبير، وهو يوم للتعبير عن الحب. وانما الحب هو مسار حياتي. نحن اليوم لازم نبلش نعتني باللي بنحبهم من بكثير قصص. نعم. بالفعل، بالعمل، بالكلام، التجديد. الدم الحب هو مجهود شخصي، يعني مطلوب من كل شخص انه هو يقوم فيه، يعني كان الرجل او الامراه، بالعائله، بين الاولاد، بمجال العمل مثل ما تفضلتوا كنتوا عم تشتغلوا. الشيء الحلو اللي حبيته كمان انه الحب موجود بوين ما كان، باي بقعه من الارض موجود الحب. وانما تعزيز الحب وهذا الجهد المطلوب من كل طرف، اذا بدك تيجي على العلاقات الزوجيه والعلاقات العاشقين، يعني فهيدا مجهود فردي شخصي، يعني بيتطلب من الاثنين بطريقه تبادليه، مش ما حدا يكون يعطي اكثر من الثاني. الحب ما بننطر نحن هيدا اليوم لنعبر عن حبنا وعن امتناننا وعن تقديرنا. وانما نحن لازم نبسط الحب ونركز على الحب بكل شيء، نتعامل بحب، نعيش بحب، خصوصا الزوجين. ما ننسى انه العلاقه الزوجيه هي صوره الاولاد بيشوفوها، يعني الولد بتصير كوبي للاولاد، يعني الولد اهلهم بتصير الولد كوبي لهم، الاهل بشكله قدوه للاولاد. صحيح. لما الاولاد يشوفوا الاهل عم بيحبوا بعضهم بحب، عم بيحترموا بعضهم بحب، عم بيحبوا بعضهم، بالعكس الضمه، الفرحه، البوسه، الكلمات، يغرسوا الاهل، يبلشوا يغرسوا بعض السلوكيات عند اولادهم، كيف نحن نبلش نعبر عن حبنا. حلو. فهيدا الشيء رساله طويله، ان كان بالاسره، بالبيت، بين الشريكين، بين الزوجين، بعلاقات العمل. يعني مثل ما قلنا الحب موجود بكل بؤرة بحياتنا. أكيد داليا، يعني الحديث معك ما بينشبع منه، ولكن كمان هيك إذا بديك توجهي رسالة للمشاهدين اللي عم بيشوفوك ليلى، شو ممكن تقولي لهم بظل كل هالأوضاع اللي عم نمرق فيها بلبنان، السياسية، الصحية والاقتصادية؟ وبتعرفي الناس يعني تعبت وبتقلك إيه، يعني الحب بيضعف عندهم. هيك كرسالة للمشاهدين شو بتقولي لهم؟ يعني كتير بنسمع إنه منيح
يعني منيح بعد في اشخاص قادرين يحبوا بهذه الازمات او بهذه الايام. بحب اقول لهم انه الحب ما خصه بالازمه، بالعكس نحن بالازمات المفروض نتكاتف اكثر، المفروض نعطي حب اكثر، المفروض نحن نكرس الحب اكثر، نادي بالحب اكثر، لانه الحب ما بيوقف. يعني الازمه بيقولوا بالفقر بيأثر على نوع الهديه، او يمكن في اشخاص يمكن ما قادرين يجيبوا ورده او ما قادرين يجيبوا كادو او ما قادرين يجيبوا هذا العربون المحبه لشريك حياتهم. في كثير قصص وفي كثير سلوكيات وفي كثير تفاصيل وتعابير. نحن بتوصل حبنا للاشخاص، ومش ضروري الاشياء الماديه هي بتوفر او بتعبر لنا عن حقيقه وكميه حبنا للاشخاص. في كثير اشياء معنويه كلاميه. أكيد. التقدير نحن كثير مهم نقدر نقول ميرسي للشخص لانه موجود معنا. بعتقد رساله كثير مهمه، رساله انسانيه بتخلي الشخص بتشجعه انه يبقى، بتشجعه يعطي اكثر، لانه مش كل شيء اليوم، خصوصا اليوم نحن بهيدي الازمه، ما فينا نجير كل شيء ليكون هو مادي، يكون مسؤول. صحيح. يعني مش كل شيء الدوله الاقتصاديه تكون مسؤوله انه ترسم الفرحه لنا وتاسس هاي العلاقات الانسانيه والروابط العاطفيه بين الافراد. يعني صحيح داليا مثل ما قلتي، حتى في اشخاص كثير يمكن ما عندهم الماده اللازمه، ولكن بتحسي بيناتهم في ترابط وحب اكثر من الاشخاص اللي يمكن بيروحوا للماده اكثر. شو بدي اشتري كادو، شو بدي اكثر الكادو يكون كبير، ما في عيد لانه ما في امكانيه. هيدا هيدي مقولات مغلوطة. صحيح. فأدي مفهوم الحب كتير حلو، أدي ضويت عليه داليا. أكيد بنتمنى لك كل حياتك تكون مضوية بالحب. وبنهاية داليا مزهر رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية بمركز عاملة وزميلتنا أكيد بمريم تي في، بدي أشكرك لحضورك معنا الليلة، وبدي أتمنى لك هيك حياتك كلها مضوية بالحب وبالأمل، وإن شاء الله دايما من تألق لتألق. أنا بدي أتشكركم، وبدي أتشكرك لك ريتا، وبدي أتمنى لك كمان دوام الحب كيف ما اتجهتي، وميرسي بوكو. شكرا لحضورك. مشاهدينا حلقتنا بعدها مكفي معكم. عيش الحب، ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا، ترونا راجعين.